كويز. مجموعة من الأسئلة سامي جاوبنا من غير برشا تفكير. شكون تعتبر أحسن لاعب تونسي توا؟ توا؟ إي. من غير برشا تفكير أحسن لاعب تونسي. جا قاعد تفكر أنت. إيوه. يلعب برا ولا في تونس؟ كيما تحب. تونسي، عنده جنسية تونسية. عنده جنسية تونسية. بدري. أحسن مهاجم توا؟ بونتا. تونسي زاد. يفكرك بسامي العروسي. خسرناه في تونس وبالرغم شو يلوموني عليه الناس الكل باش يقولوا لي كيفاش لاتاكون كومبلي هيثم الجويني لما ما خدمش. احسن لاعب في تاريخ تونس حضرت عليهم انا اي عجبوني زوز انا اللي هم حمادي العقربي وطارق قديه لاعب في بطولة تونس تشوفوا قادر ينجح في اوروبا في الاحتراف كان من الصغار يكون حتى اللي خرجوا ما نجحوش معناتها يكون يكون تشوفه قادر ينجح يطلعش كان متربي وباهي يكون بين رمضان يطلعش متربي وباهي يكمل في كاريره شكون اقرب لاعب ليك كان؟ لي انا؟ اي طارق ثابت مدافع كنت تقرا له حساب سالو تاجو احسن مدرب تونسي ترينت عنده؟ ترينت عند زوز باهين وكل واحد فاش قوي مخ ودماغ يوسف الزواوي وديسبلين ونظرة زادة وباي وبن يحيى معناتها مدرب عنده فضل عليك زوز بن يحيى ويوسف زوز ماتش ما تنساش بالرغم سي يوسف تخلفت انا وياه خاطر فما بيريود خرج منهم من الاسبيرونس تخلفنا كنت انا ميور بيتير كوب دو كاف وميور بيتير كوب دو كوب ومن بعد في هكا في دزة صغيرة معناتها خلاني بعيد شوية شكون حط بلاستيك؟ طلع لي زيتوني وقت وخسرنا وقتها شامبيونز ليج الرجاء وانا غادتني ومن بعد خرجت انا وزاد خسرنا القلوب الصنوبر غاني فينال يعني قعدت غادتني ديك شويه ومن بعد رجعت كان جيت انت مدوب ما تخسرش تراجع مع رجاء لا انا ما نخسرش انا تيترويت ما نخسرش يعرفوني لا صدقني متواضع على الاخر انا مشيت المستير 4 بوان في الالي ومنعتها قالوا المستحيل انا مش تمنع المستير 4 بوان وروتور منعتها والعام اللي بعده مستير دوزيام بلاس العام اللي مشيت للامارات هزيت شامبيونا رجعت لسبيرونس لطوال هربة 6 بوان رجعت وهزينا الشامبيونا مشيت الحمل فتحت قالوا طحنا زاد ومنعتها كاريري كله اسمعني نجاحات ما فشلتش في المنتخب ما عندكش علاقه كبيره ولا ما لعبت حتى دقيقه في المنتخب ثم كليك في المنتخب ما حبونيش نلعب وما نحبش نحكي فيه الموضوع ينخبز باش نبلبشك شويه كيفاش تحبش تحكي فيه خاطرني انا اسمي خوف كليك شكون مثلا موجودين ملي يتكلموا على الترجي تو زياد جزيري لا بعدك زياد لا في البريود هذيك ما خلينيش نلعب مع 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 جوار من الاسبيرونس زاد ومعاهم زاد مع جوار ما خليكش ومع جوار اخر من الكليب ما يحبوش ندخل في الاتاك يسمينا مثال تي لا كاين شكون كاين وقتها وعادل السليمي كاين وقتها انا قلت لك عديت دو فوا ميور بيتير في الشامبيون في تونس ودقيقه ما بطيتش في المنتخب بيقول لي شكون ما نحبش نسمي ثم كليك مع بعضه قاعد مع بعضه ما يحبوش سامي العروسي يهبط في حتى دقيقه وكل انترونير يجي يقولوا له لا ذاك ما يلعبش ذاك ما يلعبش هما اللي كانوا كادر وقتها زبير بيا عادل السليمي بر امشي قلت وحدك معروفين باهي ماتش ما تنساهش ثلاثة متاع صفاقس دوم طلعت وقتها ومركيت ثلاثة في صفاقس وكوب وترشحنا وكانوا ثلاثة باهين كانوا ثلاثة بونتو يتقوين بونتو ما تنساهش فينال سي اس اس وإلا بونتو الكامرون كوتون كلوب 3-0 3-1 أنا ربحين 4-1 مشينا غادي وصلنا 3-0 وبدرة حمراء معناتها ونمركي بونتو هزينا بيه كوب دو كاف تيتر البونتو ذاك أحلى بونتو سجلت المركي بونتو في 94 دقيقة ب10 بهذايا مهم أحلى بونتو سجلته سيزو مع المستير في كونتر جرجيس سيزو قلو حلوة برشا هدف تمنيت لو كان كنت أنت سجلته أنا سجلته هدف بونتو فان باستن ولا طارق ذياب هاك الفراب اللي تعمل لوب طارق ذياب مغرب اي والله اقرب جمعية ليك بعد تراجي انا نحب مقرين بتباع هذيك جمعية الام ونحب المستير برشا نحب حمام نمف ضم لعبت فيهم يعني خليت سمعة بيا ويحبوني نحب حاجة فيك ما تعجبكش صريح وقصرت برشا حاجات خسرت برشا صريح حكى حبيت سمينا الملاعبيه اللي قلت عليهم كاين دي صريح قلتهم الملاعبيه الاربعه ستار سميت زوز سميت عادل سليم زوز وعندنا جوار من الاسبيرونس وعندنا بعض الاصحاب انا وياه شكون من الاسبيرونس؟ معاهم شكون؟ ما من الاسبيرونس صاحبي على التو اي مسياش مادام تعديت والله صاحبي شكري والله صاحبي شكري صاحبي على الاخر زاد تولينا اصحاب بعض صراحه بارك الله عليك طلعتها احسن لاعب في العالم توا
زوز، واحد ميسي رونالدو، واحد يخدم وواحد جيني، معناتها تم الكره تتفرق بين التوش وبين الابليكاسيون، والزوز هما قويين برشا وعملوا كارير كبيره برشا. زوز احسن مدرب في العالم غوارديولا. كانت هذه لوكويس. لوكويس.